طفل صغير أيضا يقدم هدية وهو قصي إبراهيم إبراهيم. قصي إبراهيم دهيم. إنما اللقاء بين الناديين، الروح التعاون، اللقاء في مثل هذا اللقاء هو الحقيقة الهدف الكبير. لاحظوا ونشوف الآن الصورة ونشوف الجماهير واللي محتشدة في استاد نادي الكويت، وهذه صورة للمدرج الرئيسي. أيضا هذه المرأة الكبيرة أيضا أبت عن نفسها أنها أيضا تقدم هذه الهدية التذكارية للاعب محمد المسعود، بيقدم هدية عيد من الأعياد الرياضية فعلا اللي بيعيشها الشباب الرياضي في لقاء الناديين، النادي العربي أبو حمزة كبيرة في المنطقة العربية، ونتمنى إن شاء الله أن نشوف فهد عبد الكريم. فهد عبد الكريم رابطة مشجعي نادي القادسية، فهد عبد الكريم بيقدم أيضا، ورابطة مشجعي النادي العربي أيضا، ورابطة مشجعي نادي الكويت، فبيقدمون الهدايا ولا شك. مباراة مقبولة بالألوان، ملعب متروس للآخر. كان طبعا التلفزيون النهوة طاقم المباراة، جو لطيف اليوم حقيقي. طارق نايم تروح الكرة، صلح بالنص، سعود أبو حمد أحد جاسم يعقوب، جاسم مشترك معه، ياخذها جاسم وحصلها جاسم الجول، وحصلها الجول. فيصل الدخيل، عبد الله عيسى بيلعب هنا، حجاسم يعقوب، فيصل لحمد ابو حمد جد الجول، بيحطها فوق العارضة برا الملعب، حلوة. يا اخي فيصل الدخيل لجاسم يعقوب، لازم يصلح حاله، تروح مرة كورة ثانية، سيد ابو حمد جد الجول، سيد ابو حمد تضرب، فيصل فرق ابراهيم علي، بيعلي تعلية بسيطة صغيرة قليلة، بيعلي تضرب في اللاعب الزمالك، تضرب ايده، بنالتي اللي بشوت فاروق بيعلي ناحت، جاسم يلعبها لحمد ابو حمد، يدخل الجول، كان بيلعبها بعد الجول، يطلع حارس مرة فوق العارضة. حلوة، فكرة مضبوطة ومدروسة، جاسم ممسوك حمد فاضي. الحين محمد هو اللي طلع. اللعبة الكرة، صلح الجهة اليمين، الكرة ملعوبة، صلح الكرة لحمد. اللي ما تطلع من حارس مرمى اللي هو أسامة سطوحي. بيثبتها. اللعبة كورة ملعوبة حلوة. طلعها الله. سلطان يعقوب يطلعها من بطن الجول. كرة حلوة مال الدخيل. فيصل الدخيل، فاروق إبراهيم جهتني من كرة مع فاروق إبراهيم. كرة مع فاروق. فاروق بيعلي كرة حلوة بيعليها. يجمع طبلة في الجول. بيعلي من حارس مرمى. اسطوحي. كورنر، كورة ملعوبة، كورة فيها خطورة على مرمى القاسية، تنحط من راسه بيد حارس المرمى، يحطها طاها بيد.
تسديد حارس مرمى نادي القادسية جاسم بهمة. جاسم يعقوب واشترك معه ياخذها جاسم دفاع الزمالك. لعبت لعبة الكرة صلاح مرة ثانية وتوصل إلى الخواجة. الخواجة بيلعبها إلى وحيد شامل ياخذها سعود أبو حمد. سعود أبو حمد كرة معاه مخشيت الجول شايت سعود أبو حمد الجول تضرب دفاع نادي القادسية تلعب في الرزمة الثانية بحال بيعطى بالجول يبعد الزمر الثاني بيعطى بالجول بيعطى بالجول جول 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 الله حلوة حلوة كرة ملعوبة بترجع للنادي تربكة دورة القادسية بحطم شمالها ضد الجول داشة كرة قوية داخل الجول داخل الجول داخل الجول داخل الجول. صديقي لعبها لحمد ابو حمد كره مع حمد ابو حمد جدا حمد ابو حمد بعليها ويعليها حمد ابو حمد جزاك الله الجول جول الله لحمد الاحمر ثاني ابو يعليها يحطها على جسمه مره ثانيه يحاول الشوط انما ياخذها من جدا طارق نيم على مسعد نور مسعد نور طارق نيم مره ثانيه كره معه طارق نيم بيعليها كره خطيره يحطها بالجول يحطها بالجول على الجول بيد حارس المرمى كره حلوه ملعوبه من طارق نيم. طارق نيم بيصل الدخيل بيعمل بيصل الدخيل والدخيل بيحاول يعدي وعلى دخل شايت بالجول دخيل حلوة إنما بيحطها الدخيل وين فوق العارضة برا الملعب أوت. إلى علي إلى مسعد لما تروح كرة من الاثنين توصل مرة ثانية طارق غنيم كرة معها بيحاول يعديم جات شباب كرة معها بيحاول يعدي وحدها حضر الجول بيحضر حضر الجول بيحضر حضر الجول بيحضر الجول هذا هذا ما تضرب في مدافع كرة جدا طابة وصل بيحطها رامي التماس سعود محمد يلعبها إلى سلطان يعقوب سلطان بيعلي كرة علي بعد الحضر الحضر الله يعقوب عبد الله عيسى الى سعود ابو حمد سعود بغير لعب ناحيه جاسم يعقوب يحط الجول سلطان يعقوب الى حمد ابو حمد حمد بيلعبها لفيصل الدخيل كرة مع فيصل الدخيل وحدي فيصل الدخيل ومرتين عدم الخواجة وحمد لي فاروق ابراهيم كرة مع فاروق ابراهيم حصلها وحمد فاروق ابراهيم بعد ملعب الان في يد البناي بناي بيلعبها لياسم يعقوب الى سعود ابو حمد سعود ابو حمد شاهد الجول لما جاء الغاشي فاز روح الكرة برا الملعب كرة مع طارق بيلعبها لعلي خليل اللي بعدها رضا معرفي وضع جهة الشمال الى مسعد نور شاهد بالجول ايه عرفنا على الجول وردها حارس مرمى ياخذها ضيف ويطلعها من قدام كره مع الخواجه خواجه بيلعبها يقطعها عبد الله عيسى عبد الله عيسى كره مع عبد الله عيسى بهد اللعب كره مع عبد الله ويصفر 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 حكم المباراه احمد المسفر معلن نهايه المباراه بنتيجه الزمالك 2 القادسيه 3
مارك هدفين.